وأما تسميته منبت النفاق. أنا أعرفهم، والله أعرفهم أنهم شباب طلاب علم، طلاب علم، فخالطوا ناس بأسباب منها إيش؟ أنه لما كنا في الدراسة في المتوسط والثانوي في المدارس اللي فيها مكافآت، إذا تأخر الطالب الحصة الأولى يحرم من الدخول الحصة حتى يسجل عليه الغياب، صاروا يجتمعون عند الباب ثم يذهبون إلى مطعم ولا يذهبون إلى مكان حديقة ولا شيء يجلسون فيها. فاقترف هؤلاء المستقيمون من زملائهم أصحاب الهوى واللهو هذا الشيء، فصاروا يستمعون الأغاني فتركوا العلم الشرعي ونشأوا نشأة فيها فسق، وصاروا يتغنون بالأغاني أغاني المغنيات، صاروا يتأوهون للفواحش، وأخيرا صاروا مثل ما يقال ليبراليون لا يقيمون الدين وزنا. أنا أعرفهم بأشخاص كان سبب انحرافهم هذه الغفلة من مسؤولي المدرسة، أنهم جاءوا وفرغوا أغلق الباب دونهم، فيذهبون حتى يفتح الباب المطعم ولا المكان حديقة ويفطرون الصباح. فاقترف بعضهم من بعض لأنهم اختلطوا، تركوا حفظ القرآن وتركوا طلب العلم الشرعي وتركوا الاستقامة الظاهرة وتركوا كذا وتحولوا إلى شيء آخر. أسبابها الغنى، والله إنهم يسمون المغنيات ويرددون غنى، هذا قبل كم 50 أو 60 سنة. انظروا أن الضحية كيف إلى درجة أنك تشك في ديانتهم وانتسابهم للإسلام اليوم. نعم.